أهلا بكم إلى نشرة الرابعة من الرياض، وهذه أبرز ملفات اليوم. الكويتيون يصوتون اليوم لاختيار 50 نائبا، ومراكز الاقتراع تغلق عند منتصف الليل. مصادر أمريكية تؤكد للعربية الاستعداد لعملية طويلة ضد الحوثيين لفرض الأمن في البحر الأحمر. مركز الملك سلمان يكشف عن نزع أكثر من 435 ألف لغم من مختلف المحافظات اليمنية. والتجارة الإلكترونية في السعودية تنمو ب 17% خلال الربع الأول من العام. نبدأ نشرتنا من الكويت، حيث فتح 124 مركزا انتخابيا أبوابها منذ 4 ساعات لاستقبال أصوات المقترعين في انتخابات مجلس الأمة 2024. ويتسابق 200 مرشح، بينهم 14 امرأة على 50 مقعدا برلمانيا. هذا ويحق لأكثر من 834 ألف مواطن كويتي، أكثر من نصفهم من النساء، التصويت في الانتخابات البرلمانية والتي تغلق صناديقها في تمام 12 من مساء هذا اليوم. هذا ويحق اليوم لأكثر من 834 ألف ناخب كويتي الإدلاء بأصواتهم واختيار أعضاء مجلس الأمة 2024، وسط توقعات بأن تشهد الانتخابات نسبة مشاركة قد تصل إلى 50%، وكانت الانتخابات السابقة قد شهدت تفاوتا في أعداد المصوتين. النسبة الأعلى كانت عامي 1962 و1981 بمشاركة وصلت إلى 90%، فيما شهدت الأعوام الأخيرة أرقاما متفاوتة وإقبالا ضعيفا نسبيا، حيث شهدت انتخابات 2020 تصويت 68%، فيما انخفض عدد الناخبين إلى 63% في انتخابات 2022. نتابع تغطية من الكويت مع شاهد المتروك. إذن تفاوت في نسبة الإقبال خلال السنوات الماضية، ما الأرقام حتى الآن شاهد؟ نعم محمد، يعني تنقلنا بين أكثر من مركز اقتراع، سواء كان مركز تصويت رجال أو مركز تصويت للنساء، لكن يبدو أن هناك أيضا تفاوت ما بين تصويت الرجال والنساء. من ملاحظتنا خلال هذا اليوم وبين تنقلنا بين هذه المراكز، لاحظنا أن تصويت الرجال قد تفوق على تصويت النساء، وإن كان يعني تفوق بسيط. الآن نتواجد في هذا المركز في من الدائرة الثانية، مركز تصويت للنساء. نحن الآن تواجد تحديدا في اللجنة الرئيسية التي يبلغ إجمالي عدد الناخبات في هذه اللجنة بحسب الحروف الأبجدية 810 ناخبات، لكن التي صوتت حتى الآن تجاوز 192 قليلا. اللجنة الفرعية في هذا المركز أيضا عدد الناخبات بحسب الحروف الأبجدية هو 1133 ناخبة، لكن التي صوتت حتى هذه الساعة 257 ناخبة. يعتبر إقبال ضعيف نوعا ما، لكن يعني عملية التصويت ستستمر حتى الساعة 12 منتصف الليل. ربما قد يكون الجو الحار والأجواء الرمضانية أثرت في عملية الاقتراع، لكن سننتظر ونرى يعني الأرقام إذا ما كانت ستزيد أو ستظل على هذا الرتم بعد ساعة الإفطار، والتي ستكون بعد ساعتين من الآن. شكرا لك شاهد، وسنعود إليك مرة أخرى لمتابعة كل التطورات المتعلقة بالانتخابات الكويتية. أيضا الانتخابات الكويتية من حل مجلس الأمة وحتى اقتراع اليوم مع زميلة رندا. إليك رندا. نعم خالد، نستعرض الآن آلية عمل هذه الانتخابات منذ بدايتها مشاهدينا. قرار حل البرلمان كان جزءا من قرارات متعددة أصدرها الشيخ مشعل الأحمد منذ توليه الحكم في البلاد، لكن كيف ومتى صدر المرسوم وعلى ماذا استند؟ في 15 من شهر فبراير صدر أمر أميري بحل المجلس، ليصبح هذا الحل هو 12 من تاريخ مجلس الأمة على خلفية تصويت الأعضاء على عدم شطب حديث للنائب عبد الكريم الكندري، اعتبر مسيئا للمقام الأميري من مضبضة المجلس. الأمر الأميري مشاهدين استند للمادة 107 من الدستور الكويتي. لنستعرض معا الآن بالتفصيل ما هي هذه المادة.
كما نشاهد هنا المادة 107 تعطي للأمير الحق في حل مجلس الأمة بمرسوم يبين أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى. ماذا بعد الحل؟ المادة ذاتها 107 تشرح ذلك، حيث يجب إجراء انتخابات للمجلس الجديد في موعد لا يتجاوز الشهرين من تاريخ الحل، وهو ما تم بالطبع. وإن لم تجرى يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويستمر في أعماله حتى انتخاب مجلس جديد. وعليه وافق مجلس الوزراء في 27 من فبراير على مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس الأمة الجديد في هذا اليوم 4 أبريل. يتنافس 200 مرشح، بينهم 14 امرأة على أصوات أكثر من 834,000 ناخب وناخبة يحق لهم التصويت. لنستعرض الآن مشاهدينا كيف هي طريقة تشكيل أعضاء البرلمان في مجلس الأمة الكويتي. يتكون مجلس الأمة من 50 عضوا منتخبا، ويشترط الدستور الكويتي ألا يزيد عدد الوزراء عن ثلث عدد النواب، أي لا يزيد عن 16 وزيرا. أما الخطوة المنتظرة الآن فهي مرحلة إسدال الستار على نتائج هذه الانتخابات التي ستتم في 5 دوائر انتخابية، من كل دائرة يتم انتخاب 10 نواب. إذن محمد، هذا هو تاريخ الانتخابات الكويتية، ونتطلع لمعرفة النتائج. شكرا لك رندا. أيضا نتابع من الكويت مع رئيس مركز طروس للدراسات محمد ثنيان. سيد محمد، أهلا وسهلا بك إلى نشرة الرابعة. بالأرقام، كيف هي الانتخابات الكويتية حتى الآن في ظل الاستبيانات التي تقومون بها بالتزامن مع أي انتخابات برلمانية؟ حياك الله أستاذنا الكريم، وأنا أمسي عليك بالخير وعلى المشاهدين الكرام. طبعا احنا عندنا توقع لنسبة التصويت أنها سوف تتجاوز نسبة 65% حسب الدراسات وحسب يعني المعطيات التي موجودة عندنا. وأيضا سمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد حفظه الله ورعاه في خطاب العشر الأواخر دعا الشعب الكويتي إلى المشاركة، وأن على الشعب الكويتي أن لا يفرط باستخدام حقه الدستوري بالمشاركة. وهذا الخطاب وهذه الكلمات دفعت الشعب الكويتي إلى التدفق في صباح اليوم في ظهر اليوم إلى صناديق الاقتراع، فوجدنا اليوم النسب عالية في الساعات الأولى في مختلف الدوائر، وصلت 10% ودوائر أخرى 12%، وهي تعتبر نسبة عالية خاصة في أجواء رمضانية ومع الصيام، وأن الناس تتجه إلى صناديق الاقتراع في الساعات الأولى، فهذا يدل على أننا سوف نصل إلى نسبة عالية قد تتجاوز 65% إلى 70% بسبب يعني بعد الإفطار وبعد صلاة التراويح سوف يكون هناك ازدحام شديد إلى المدارس. طيب، الرقم 65% هل يعتبر نسبة إقبال عالية أم متدنية عطفا على الانتخابات السابقة؟ لا شك 65% يعتبر نسبة عالية. احنا في الانتخابات الماضية وقبلها في عام 2020، احنا في كل سنة عندنا تقريبا صار انتخابات، في 2020 كانت النسبة وصلت 70%، نزلت 65% ثم 65%. اليوم في هذه الانتخابات إذا وصلت 65% تعتبر نسبة عالية جدا وتعتبر مرتفعة. هذه النسبة سوف يعني تؤدي إلى يعني أعتقد يعني تعطي رسالة سياسية على الحضور الشعبي الكبير في هذه الانتخابات. طيب، هل الأجواء السياسية والتحديات التي تواجهها الكويت ستفرض مجلس أمة جديد، أم نحن أمام إعادة لنفس الأسماء ونفس الوجوه السابقة؟ أحسنت على السؤال. وطبعا هذا يعود إلى قصر المدة التي يعني عاشتها هذه الانتخابات. يعني احنا في 22 كان في انتخابات، في عام 2023 أيضا انتخابات، في عام 2024 في انتخابات. أعتقد نسبة التغيير لن تكون كبيرة في يعني دوائر محددة التي سوف يكون فيها تغيير، قد تصل نسبة التغيير 30% في كل الدوائر، فهذه نسبة ليست عالية للتغيير، وسوف تعود
تقريبا الوجوه القديمة سوف تعود في المجلس القادم، وفي معطيات كثيرة، نقص المدة، عدم جاهزية المرشحين للانتخابات، عدم الاستعداد الكبير في الانتخابات، هذا الذي يعني أدى إلى عدم ظهور نسبة كبيرة في الانتخابات الحالية. طيب، نظرة مستقبلية للعلاقة ما بين الحكومة ومجلس الأمة، خاصة بأن هذه العلاقة المتوترة ساهمت بشكل كبير في قرارات بحل المجلس أكثر من مرة. طبعا هو كلما كان هناك يعني توتر كلما عدنا إلى صناديق الاقتراع، وهذه أصبحت يعني أمر متعب جدا للمواطنين وأيضا إلى الناخبين وإلى المرشحين وأيضا للدولة. يعني لا شك الاستقرار، عدم وجود الاستقرار السياسي متعب ومؤثر جدا. يعني أعتقد أننا بحاجة حتى نخرج من هذه الدوامة وهذه الأزمة، نحتاج في البداية إلى طاولة حوار ما بين السلطتين، السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. أيضا نحتاج إلى حلحلة الملفات العالقة وفتحها ومحاولة يعني بحث في جذور الأزمة، وليس يعني علاج المسكنات لا ينفع مع الأزمة السياسية. بحث في الجذور وفتح هذه الملفات، وعلى طاولة حوار بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وعلى أن لا تطغى سلطة على أخرى، أن لا تطغى السلطة التشريعية على التنفيذية، وأيضا أن لا تتجاوز السلطة التنفيذية على صلاحيات السلطة التشريعية، لأن العملية بين السلطتين هي عملية تكامل وليست يعني طغيان سلطة على سلطة. أعتقد إذا اتجهنا إلى الحوار، ورأينا بعض تصريحات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم، يعني رسائل إيجابية تدعو إلى التفاؤل وتدعو إلى الحوار ما بين السلطة التشريعية والتنفيذية، فأعتقد أننا قد نتجه إلى مرحلة تعاون ومرحلة إنجاز. لكن إذا غاب الحوار ما بين السلطتين والتفاهمات وكل تنازل للآخر، أعتقد سوف نعود مرة أخرى قريبا إلى انتخابات أخرى في القريب العاجل، وهذا يعني أمر مؤسف إذا عدنا إلى انتخابات قريبة. إحنا بحاجة إلى تعاون ما بين السلطة التشريعية والتنفيذية. رئيس مركز طروس للدراسات محمد ثنيان، شكرا جزيلا لك. أعلن مسؤولون إيرانيون انتهاء الاشتباكات بين الحرس الثوري والشرطة مع جيش العدل البلوشي، وسقط خلال تلك الاشتباكات ما لا يقل عن 11 عنصرا من قوات الأمن الإيرانية. جيش العدل نفى في بيان له التصريحات الإيرانية بشأن عدد الخسائر البشرية في صفوف القوات العسكرية الإيرانية، وادعى أنه قتل ما لا يقل عن 200 عنصر من القوات الإيرانية. قائد القوى البرية في الحرس الثوري الإيراني محمد باكبور أكد أن عمليات الهجوم في مدينتي جبهار وراسك بدأت منذ منتصف الليل، مؤكدا أنها كانت ضد مواقع للحرس الثوري. بدأت عملية الهجوم منذ منتصف الليل الماضي ضد مواقع للحرس الثوري في مدينة جبهار وراسك، وضد الحرس البحري ومركز الشرطة رقم 11، ويتم التصدي لها. لكن المهم في هذه العمليات أنها تمت في عدد من المناطق بشكل منسق، وكل العناصر المسلحة التي شاركت فيها كانت انتحارية. الاشتباكات انتهت في راسك ولكنها مستمرة في جبهار، ولدينا الآن 15 جثة من المسلحين. في واشنطن أكد متحدثون رسميون أن الولايات المتحدة مستعدة لعملية طويلة الأمد ضد الحوثيين ومصرة على البقاء في المنطقة، كما أشاروا إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لبذل الجهد المطلوب لضمان سلامة الملاحة في المياه الدولية، وأنها ستقوم بالعمل الضروري لتبديل القوات والسفن الحربية واستعمال القدرات الجوية المنتشرة في قواعد المنطقة مهما طالت المدة الزمنية. واشنطن أعلنت بأنها تتفهم أن ما يقوم به الحوثيون ليس فقط تهديدا للملاحة في المياه الدولية، بل هو عملية استنزاف للقدرات الأمريكية والدول الحليفة. في شأن يمني آخر، تمكن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
من انتزاع 435 ألف لغم من الأراضي اليمنية منذ العام 2018، حيث يعمل مشروع مسام التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة على انتزاع الألغام التي زرعت بعشوائية في مختلف المناطق اليمنية والتي تسببت بالعديد من الوفيات والإصابات. كما قدم برنامج الأطراف الصناعية التابع للمركز خدماته لأكثر من 206 آلاف مصاب، منها تركيب الأطراف وصيانتها وإعادة تأهيلها. رابعة مستمرة فيها بعد الفاصل. الرواق السعودي في الحرم المكي، طاقة استيعابية تصل إلى 287 ألف مصلي. أهلا بكم من جديد. آلاف البلاغات يستقبلها مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة لخدمة المعتمرين وزوار الحرم المكي، حيث تشكل البلاغات الاستفسارية 80% من هذه البلاغات. الزميل عبد الرحمن العصيمي زار المركز وعد لنا هذا التقرير. Bonjour, 911, quelle est votre urgence? Oui, monsieur, donnez-moi votre adresse, s'il vous plaît. اللغة الفرنسية التي تتحدث بها هذه المجندة ليست الوحيدة في مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة. 911, what is your emergency? لغات عدة حاضرة لاستقبال البلاغات الواردة من قبل المعتمرين وزوار بيت الله الحرام بكافة جنسياتهم ولغاتهم. يتم تقديم المساعدة اللازمة بعدة لغات عالمية لغير الناطقين باللغة العربية كالإنجليزية والفرنسية، ولله الحمد مركز عمليات 911 بمنطقة مكة المكرمة لدينا الخبرة الريادية في إدارة العمل الإنساني والأمني، كما سخرنا جميع الإمكانيات في خدمة ضيوف الرحمن والعمل على مساعدتهم وتلبية احتياجاتهم. 911 تفضل، كيف أقدر أخدمك؟ عمل متواصل على مدار الساعة، وآلاف البلاغات يوميا يتلقاها مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة لخدمة المعتمرين وزوار بيت الله الحرام. مركز العمليات الأمنية الموحدة يغطي كامل منطقة مكة بالإضافة إلى الحرم المكي والمشاعر، وترد العديد من الاتصالات المتنوعة تشكل الاستفسارية منها 80% من مجمل الاتصالات، حيث يقوم مستقبل الاتصال بمعالجة الحالة دون الحاجة لتوجيهها إلى الجهات الأمنية. قد يجد البعض أن عدد الاتصالات عالية، إنما هي تعكس أهمية المركز كملاذ حقيقي لتقديم الخدمة، حيث يكون المركز الوجهة الأولى التي يلجأ إليها الأشخاص حتى في الحالات الإنسانية، وهذا يظهر الثقة الكبيرة التي يتمتع بها المركز وفعالية استجابته في تقديم المساعدة وتوجيه الجهود بسرعة لضمان سلامة المتصلين. في هذا المركز تتم جميع الأعمال بشكل تقني ومحترف، فالرد على البلاغات يكون بشكل سريع وآلي لا يتجاوز الثانيتين، والعمل يكون من خلال نظام إدارة البلاغات. هذا النظام يظهر جميع البيانات للمتصل والموقع الجغرافي والعديد من الأدوات التي تساعد في سرعة تمرير البلاغات للجهات المختصة، بالإضافة إلى الكادر البشري الذين يتعاملون مع الحالات الطارئة والإنسانية وتأمين الخدمات الضرورية في الوقت المناسب لتحقيق السلامة والأمان للمعتمرين والمصلين وزوار الحرم المكي الشريف. عبد الرحمن العصيمي من مكة المكرمة العربية. ومع دخول شهر رمضان تزايدت أعداد المعتمرين والزوار من الخارج إلى مكة لأداء المناسك، لا سيما بعد سهولة استخراج التأشيرات بمختلف أنواعها وحزمة التسهيلات المقدمة من قبل الجهات الحكومية ومنها الهيئة السعودية للسياحة التي تعمل على تحسين تجربة الزوار والمعتمرين. التفاصيل مع سلطان السلمي. يتسابق المسلمون من شتى بقاع العالم
على أداء مناسك العمرة مع دخول شهر رمضان، لا سيما بعد التسهيلات الحكومية. إذ يستطيع المعتمر من الخارج الوصول إلى الأراضي السعودية عبر تأشيرات مختلفة، في مقدمتها تأشيرة العمرة والزيارة، بالإضافة إلى تأشيرة المقيمين بدول الخليج. حزمة من البرامج والتطبيقات الذكية التي تعمل على تحسين تجربة المعتمرين بمجرد وصولهم، كتطبيق نسك لحجز مواعيد أداء المناسك وغيرها، ووسائل النقل المتعددة كالقطارات التي تعمل على مدار الساعة لتمكن وصولهم من مطار جدة في ظرف زمني قياسي. سابقا أتي عن طريق الوكالات، حاليا فرديا عن طريق تطبيقات. كل شيء سهل، يعني في منزلك تعتمر، تأخذ إجراءات الفيزا، قدم وثائق، على كل حال وثيقتين أو ثلاث، ما فيهاش يعني أمور كثيرة. عندنا العمرة أحسن ما يرى، كاين كل شيء موجود، كل شيء موفر، كاين الأمن، كاين أي حاجة موجودة. معاملتهم كتير خيرة وإنسانية وبكل ضمير، ما عم بيضايقونا بشي، عم بيساعدونا. رغم الأعداد المليونية التي شهدها الحرم المكي منذ بدء شهر رمضان، إلا أن الخبرات المحلية في إدارة الحشود والخدمات المساندة من مختلف القطاعات أسهمت بخلق انسيابية وسلاسة واضحة أثناء أداء المناسك، إذ توصي الجهات الخدمية في الحرمين على العناية باختيار الأوقات المناسبة لأداء المناسك وتجنب أوقات الذروة. من مكة المكرمة، سلطان السلمي، العربية. يمثل الرواق السعودي في المسجد الحرام هوية خاصة وأيقونة بناء حديثة، حيث أسهم برفع الطاقة الاستيعابية للمصلين، وتبلغ مساحته الحالية 210,000 متر مربع، وبطاقة استيعابية تصل إلى 237,000 مصل و 107,000 طائف، بالإضافة إلى أن الرواق يوفر مساحات أوسع للطائفين والمصلين مع توفر جميع الخدمات التقنية بمختلف أنواعها. معنا من الرواق السعودي في الحرم المكي الزميل هاني صفيان. أهلا بك هاني، حدثنا عن الرواق، عن دوره في التسهيل على الزوار والمعتمرين في شهر رمضان. فريد تم الهدف منه هو اتساع المساحة، استقبال أكبر عدد من المصلين والزوار سواء في رمضان أو ذلك المواسم المحددة بالنسبة لرمضان أو كذلك الحج أو كذلك باقي الأعوام. هذه المساحة أصبحت تستطيع أن تستقبل أكثر من 2,000,000 مصلي في وقت واحد، كما أن هناك مساحات أخرى من خلال الرواق السعودي، أي نقصد به المساحة الموجودة بين عمودين، وهو المنتصف أو نقطة البداية التي نقف فيها عند الرواق. قبل أن نتحدث عن التصميم، هناك أيضا تم اتخاذ حدث عن صحن المطاف أو صحن الطواف، وكذلك الطابق الأرضي والطابق الأول، وكذلك الطابقين الآخرين، وكذلك أيضا أعطى مساحة أكبر بالنسبة للمسعى أو في صحن الطواف الذي أصبح بإمكان أكثر من 107 من الزوار أو المعتمرين أو كذلك الطائفين أن يطوفوا دفعة واحدة خلال ساعة. سوف أنتقل الآن إلى الشكل المعماري والطراز المعماري الذي يميز الرواق السعودي، وكما نشاهده وترصده كاميرا العربية من خلال هذه العدسة، وهي كما تحدثت المساحة أو الممر الواقعة بين العمودين. طبعا نتحدث أن هناك العديد من العقود العمودية والموازية لجدار الكعبة التي نقف أمامها، تعطي طرازا إسلاميا معماريا
بالطراز ايضا والتصاميم السعوديه التي تم تنفيذها. طبعا هناك اكثر من 1500 عمود مكتوب بالرخام الابيض كما نشاهده، ايضا هذا الرخام الذي تم اختياره بعنايه كي يكون بشكل مناسب وملائم للتصاميم سواء في شكل الأسوار أو كذلك في شكل الأعمدة الموجودة على كامل 1500 عمود في على الرواق السعودي. عندما أتجه إلى الصورة الأخرى والآلية التي هي بالفعل الآن هي تتم من خلال الحركة السلسة وسهولة الطائفين وكذلك سهولة المعتمرين. بكل تأكيد هاني نحن نتابع معك هذه اللقطات المباشرة لأكثر من موقع، للمسعى، لصحن المطاف، وأيضا الإقبال الكبير من قبل المعتمرين والمصلين في هذه المرحلة. شكرا هاني. كشفت وزارة التجارة السعودية عن ارتفاع السجلات التجارية بنسبة 59% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، فيما لامس الإجمالي 1,500,000 سجل. التجارة أضافت أن نشرتها الربعية الموجزة لقطاع الأعمال للربع الأول من العام 2024 تم إصدار 104,000 سجل تجاري خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لارتفع إجمالي السجلات التجارية إلى أكثر من 1,456,000 سجل. المزيد بالأرقام والتفاصيل عن أبرز القطاعات التي سجلت ارتفاعا في أعداد سجلاتها التجارية مع الزميلة رندا. إليك رندا. صحيح محمد، قطاعات واعدة كثيرة شهدت ارتفاعا ونسبة تملك النساء منها كثير، سنتعرف على تفاصيلها. ارتفاع لافت في أعداد السجلات التجارية في السعودية خلال الربع الأول من العام 2024، حيث شهدت نموا كبيرا ب 59% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. قطاعات عديدة شهدت نموا مشاهدين، أبرزها قطاع البحث والتطوير في التكنولوجيا الحيوية بنسبة نمو بلغت 70%، حيث ارتفعت إلى 1,011 سجلا مقابل 594 العام الماضي. فنادق الاستشفاء جاءت ثانيا بنسبة نمو وصلت ل 68% بواقع 2,100 سجل مقارنة ب 1,244 سجلا في 2023. خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية جاءت ثانيا بنسبة نمو وصلت ل 61% بواقع 4,690 سجلا، فيما حقق قطاع تطوير الألعاب الإلكترونية ارتفاعا بنسبة 59% بواقع 4,371 سجلا مقابل 2,742 سجلا. كانت النسبة الأكبر منها في الرياض بنحو 2,500 سجل، ثم مكة، والأقل حسب التقرير كانت القصيم ب 71 سجلا. السجلات التجارية الجديدة الصادرة خلال الربع الأول وصل إلى 104,000 سجل، بلغت حصة السيدات منها 44%، فيما حققت السجلات التجارية للتجارة الإلكترونية التي تمثل رافدا هاما للاقتصاد الوطني نموا بنسبة 17%. أما المناطق الأكثر إصدارا للسجلات في السعودية مشاهدين، فجاءت الرياض أولا بنحو 40,000 سجل، فيما جاءت مكة المكرمة ثانيا بنحو 20,000 سجل، والشرقية بأكثر من 15,000 سجل تجاري. هذه الأرقام لنمو السجلات التجارية تعكس نموا وتطورا في عدد من القطاعات غير النفطية التي سجلت أعلى مستوى تاريخي لها في الناتج الإجمالي المحلي بإجمالي وصل ل 1.7 تريليون ريال لعام 2023. إذا محمد، نسب ارتفاع كبيرة شهدتها القطاعات غير النفطية، سنعود إليك للتعرف على المزيد حول ذلك. شكرا لك رندا. وهنا معنا في الاستوديو المهتم في قطاع الألعاب الإلكترونية الأستاذ رائد الحمود. أهلا أستاذ رائد، كيف حالك؟ سعيدين بوجودك معنا. أهلا وسهلا. الرابع، هذا الانتشار في السجلات المعنية
الألعاب الإلكترونية، كيف وصلنا للأرقام ولماذا الاهتمام بالاستثمار في هذا القطاع؟ طبعا مما لا شك أتوقع يعني اليوم فكرة أن الألعاب الإلكترونية شيء دارج ومعروف وفي انتشار، أصبح يعني متعارف عليه إلى حد ما، لكن لما نجي نشوف الأرقام فعليا احنا نقدر نقول أنه في نمو في عالم الألعاب الإلكترونية لم يسبق له في مثلا خلينا نقول منتجات أو تقنيات أخرى. مثلا السوق اليوم في الألعاب الإلكترونية عالميا وصل 250 مليار دولار، محليا احنا تقريبا وصلنا الى حول 4 الى 5 مليار ريال سعودي في المملكة، ومتوقع ان نصل الى 10 مليارات في 2026. ولعل من اهم الارقام اللي انا دائما احب اقولها دائما في المجالس اللي هي عدد اللاعبين الذين يلعبون الألعاب داخل المملكة وصل إلى 67% من إجمالي عدد السكان، فإحنا نتكلم عن حول 23.5 مليون لاعب داخل المملكة، ولها طبعا أسباب كثيرة وخلنا نقول انعكاسات مباشرة. أحد أهمها أنه قاعدين نشوف استوديوهات مثل ما شفنا في التقرير، النشاط التجاري في تطوير الألعاب الإلكترونية بدأت تنشأ استوديوهات وشركات، وظائف مبرمجين مصممين. وهذا السؤال رائد، هل نتحدث ماذا عن محلات ألعاب، عن برمجيات، عن استثمارات، مواقع، ماذا بالتحديد؟ حاليا أتوقع أحد هذه الانعكاسات المباشرة لاستراتيجية سافي التي أطلقت في عام 22، اللي هي تستهدف لبناء أو إنشاء 250 استوديو لتطوير الألعاب الإلكترونية. واحنا نتكلم عن استوديو مهمته الأساسية أنه يصنع لعبة، فهذه المهمة فيها المهارات المختلفة اللي راح تخدم هذا القطاع وتخدم أو تقدم وظائف مختلفة في المجال. طب بس وضح لي المسألة، ممكن كان البعض يعتبرها تضيع وقت، ألعاب إلكترونية ليس لها عوائد استثمارية، لن تساهم في توظيف المزيد من الشباب السعوديين ولن يكون لها عوائد استثمارية عالية، الصورة مختلفة هالمرة. مختلفة جدا لكثير من الأسباب. إحنا إذا بنشوفها نقدر نشوفها من جانبين دائما، فيه الألعاب الإلكترونية بشكل عام وفي الرياضات الإلكترونية، كلها لها منافعها وجوانبها اللي تخدم مسألة الوظائف والتقدم والمهارات وما إلى ذلك. مثلا في الرياضات الإلكترونية إحنا قاعد نشوف نماذج كثيرة، ومنها أقرب نموذج قادم في الصيف اللي هو كأس العالم للرياضات الإلكترونية، ومشروع ضخم عالمي راح يخدم المجالات عدة ومنها الإعلام، يعني كل من هو متخصص أو مهتم في مجال الإعلام والتغطيات. وإحنا شفنا نماذج في بطولات حلوة لما تشوف المحاورات وما إلى ذلك في الفيفا، في تكن، في أوفرواتش وما إلى ذلك، تخدم هذا المسار. أيضا عندنا المجال الألعاب الإلكترونية يخدم من لهم مهارة تقنية أو تصميمية، إحنا المصممين والمبرمجين وجدوا منفذ من خلال هذه الشركات التي أقيمت، وأنا كشخص موجود في هذه البيئة قاعد أشوف نماذج رائعة جدا قريب راح نشوفها إن شاء الله تطلق من كثير من الشباب. طيب رائد، لنا مراكز متقدمة في الألعاب الإلكترونية من ناحية التنافس والمنافسة والمشاركة، ولكن هل سنرى قريبا لعبة سعودية عالمية؟ بإذن الله، مثل ما قلت لك أنا يعني بما أني داخل هذه البيئة في الشباب السعودي الشغوف جدا، فيه مشروعات. طبعا الألعاب تأخذ وقت للصناعة لتبنى، لكن بدأنا نشوف نماذج للي متابع أنه فيه استوديوهات سعودية تقوم على 4-5-10 أشخاص بدأوا في إطلاق أو الإعلان عن منتجاتهم القادمة خلال السنتين الآتية، وهي مشروعات للأمانة. كيف نحن يعني دائما نقول كيف احنا نثبت انها مشروعات ممكن ان تنافس؟ لما ياتي المستثمرون اللي استثمروا في مجال الالعاب خلال 30 سنه الماضيه يجي يستثمر في هذه الشركات لانه يرى ان المنتج له قيمه اقتصاديه، واحنا فيه شباب عندهم عقود وبداوا يدخلوا معهم مستثمرين، وهذا انعكاس او خلينا نقول سبب واضح او جانب واضح لانه في قدره وفي منتج ينافس على المستوى العالمي. جميل، لذلك للأمهات والآباء دائما اللي يضيقون على أولادهم فيما يتعلق بالألعاب الإلكترونية أعطوهم فرصة بالضبط. كما يقول المهتم بقطاع الألعاب الإلكترونية رائد الحمود، شكرا لك. يعطيك العافية أستاذ محمد. أيضا بعد الفاصل في هذه النشرة، الدفاع المدني السعودي يشدد على منع عبور الأودية ويؤكد على عقوبة المخالفين. في السعودية انخفضت تحويلات المقيمين المصريين إلى بلادهم خلال العام الماضي، والذين يشكلون العدد الأكبر لجالية مصرية خارج مصر،
فيما يعزو مصريون التقت بهم العربية انخفاض التحويلات إلى تذبذب سعر الجنيه مقابل الدولار قبل استقراره الشهر الماضي، فيما بدا أن طرق التحويل غير الرسمية تستخدم بشكل كبير قبيل استقرار الأسعار للجنيه في البنوك الرسمية. يشكل المصريون المقيمون بالسعودية أكبر جالية مصرية خارج مصر، وكنتيجة لذلك تتصدر تحويلاتهم إلى بلادهم سنويا قائمة المغتربين المصريين، لكنها خلال العامين الماضيين شهدت انخفاضا ملحوظا، فما هي أسبابه؟ الانخفاض المستمر لسعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي انعكس على حوالات المصريين المقيمين في الخارج. هنا في السعودية التقينا بعدد من المصريين، قال البعض إنهم توقفوا عن التحويل الشهري وأصبح التحويل بحسب الحاجة، آخرون قالوا إنهم ليسوا بحاجة لذلك بعد قدوم عائلاتهم إلى السعودية بفيزة الزيارة التي تسمح بمكوثهم سنة كاملة، فيما يتجه البعض إلى التحويل بطريقة غير رسمية رغبة بالحصول على قيمة أعلى لأموالهم بعيدا عن المصارف الرسمية. موضوع السوق السوداء الأول كان الموضوع يعني سعر، طبعا السوق السوداء كان فارق جدا عن سعر البنك، فبالتالي انت كراجل مغترب يعني بتبقى بتدور على اقصى استفادة من العملة يعني، تمام. لكن حاليا خلاص يعني يعتبر السوق تمام زي وزي البنك، فالبنك افضل وامن. طبعا هي فيها ايجابيات بفرق السعر، انما سلبيات كتير، اقتصاد بلد، جامعات مجهولة المصدر، ما تعرفش مين اللي بيحول سوق سوداء ومين هم الاشخاص دول، فأظن لا البنك أفضل يعني. السوق السوداء هي ممكن تكون فايدة للشعب أو الناس شوية، لكن بالنسبة للبلد هي بتضر البلد وبتضر الاقتصاد بتاع البلد طبعا. هذه الآراء تزامنت مع إعلان مصر انخفاض تحويلات مواطنيها بالخارج العام المنصرم من 31 مليار دولار إلى 20 مليار دولار. طبعا بفضل أحسن، تبقى أحسن البنك، بيبقى آمن، بيبقى أسرع، بيبقى عارف أبقى مستريح وأنا باعت. والله أنا فضلت السوق السوداء، السوق السوداء كلها شبهات ومخاطر وتتسبب يعني بمشاكل الناس اللي بتعمل حاجة زي كده. البنك بالنسبة لي أأمن طريقة للتحويل بتاعك هو البنك. السوق السوداء أكيد مش أمان، ممكن أبعت الفلوس وحد ياخدها يقول لي هتتباعت ما تتباعتش، فإحنا بنتعب في الشغل مسافرين ومهاجرين عشان نبعت على البنوك تبقى أأمن لكن السوق السوداء مش أمان، أكيد مش أمان. ورغم تحفظ بعض المصريين في الخارج على التحويل لبلادهم بسبب سعر الصرف، إلا أن حوالات الجالية المصرية في السعودية لا تزال الأعلى، حيث تشكل 34% من إجمالي تحويلات المصريين في الخارج. عبد المحسن الحربي، العربية، الرياض. نعود مرة أخرى لتغطية التصويت لمجلس الأمة في الكويت مع شاهد المتروك. أهلا بك شاهد، هل تغيرت نسب الإقبال بعد ساعات من فتح صناديق الاقتراع؟ نعم محمد، يعني الآن توجهنا إلى مركز اقتراع الرجال في نفس هذه المنطقة وتحديدا في الدائرة الثانية. لاحظنا كما ذكرنا بأن تصويت الرجال يتفوق على تصويت النساء في لجنتين فرعيتين في هذا المركز. من أصل 973 هناك 320 شخص قام بالإدلاء بصوته. اللجنة الأخرى هناك 270 ناخب قام بالتصويت من أصل 818 ناخب في تلك اللجنة بحسب الحروف الأبجدية. أيضا ينتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعض النسب في مختلف الدوائر من حيث نسبة التصويت بالمجمل، يعني نساء ورجال، يعني حسب ما هو منتشر الدائرة الخامسة تتفوق على جميع الدوائر بنسبة تقارب 23%، فيما كانت الدائرة الثالثة هي الأقل في نسبة المشاركة. لكن يمكن أن تكون الأجواء الرمضانية والصوم والجو الحار يعني سبب في ضعف الإقبال على التصويت، وبانتظار يعني بعد الإفطار يعني بعد الساعة 6 تحديدا بتوقيت الكويت لنرى ما إذا كانت تزيد هذه الأرقام أم لا. طب كان هناك توقعات بأن تصل نسبة التصويت إلى 65%، إذن بانتظار مساء هذا اليوم لمعرفة الرقم الحقيقي حتى الآن، ولكن هل هناك أي حديث عن تمديد ساعات الاقتراع في الكويت حتى الآن؟
حتى الآن لا يوجد هناك تمديد، لم تذكر أي جهة رسمية ما إذا سيكون هناك تمديد لساعات التصويت. يعني بالأساس عملية التصويت غالبا في الانتخابات السابقة تبدأ الساعة 8 صباحا، لكن بسبب شهر رمضان يعني والصيام والجو الحار تنطلق الانتخابات الساعة 12 ظهرا. ومع ذلك يعني أيضا الحكومة جعلت أو حولت هذا اليوم ليوم راحة حتى يتمكن المواطنون من الإدلاء بأصواتهم والتوجه لمراكز الاقتراع في مختلف المناطق. يعني لا الأجواء الحارة ولا رمضان يعني يجب أن يكون سبب في عدم الذهاب للتصويت. تغطية مستمرة. شاهد المتروك، شكرا جزيلا لك. في ظل استمرار الأمطار والتقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة، غرامة فرضها الدفاع المدني السعودي بقيمة 10,000 ريال لمن يعبر السيول أثناء جريانها. الدفاع المدني حذر من خطورة عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها، كما يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه تحذيرا من استمرار الأمطار الرعدية على معظم مناطق البلاد. شفت قلت لك أنا. شفت قلت لك أنا. عدد الأجرام السماوية أكثر من عدد رمال الأرض، والأجرام مقسمة لقسمين مضيئة ومعتمة. التفاصيل دائما في تقويم مع خالد الزعاك. القمر، الكواكب، الشمس، النجوم، المجرات، السدم، هذه مكونات السماء المنظور بالعين المجردة والعين المسلحة. وفي شيء بالكون نجهل ولا نعلم عنه شيء ويخلق ما لا تعلمون. فالقمر والشمس والكواكب نشاهد حاضرها الآن، والنجوم والسدم والمجرات نشاهد ماضيها الآن. ليش؟ لأنها تبعد عنا بعدا سحيقا. هالبعد هذا يقاس بالسنين الضوئية. ففيه من النجوم ولدت لكن لا نشاهدها الآن لأن خبره ما بعد وصلنا، وفيه من النجوم ماتت لكنها نشاهدها الآن، نشاهد مواقعها. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وعدد الأجرام السماوية يفوق بكثير عدد رمال الأرض، والأجرام السماوية تنقسم إلى قسمين مضيئة ومعتمة. المضيئة النجوم مثل الشمس، والمعتمة الكواكب وتوابعها مثل القمر. تفكروا في خلق السماوات والأرض، الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. إذن توجه الناخبون الكويتيون اليوم إلى صناديق الاقتراع للأدلية بأصواتهم في انتخابات تجرى للمرة الثالثة وخلال 3 أعوام. وسط دعوات بالمشاركة، توجه الكويتيون اليوم إلى مراكز الاقتراع المنتشرة في البلاد للإدلاء بأصواتهم في انتخابات تعقد عليها الأمل بالتغيير. نحتاج إحنا مرشح يكون صادق وأمين، يحط الوطن نصب عينه ويخدم الوطن بالدرجة الأولى بأي موقع، ويخدم جميع المواطنين بدون أي تفرقة. طبعاً المرشح المناسب هو اللي يتهم مصلحة الدولة ومحاربة الفساد والتعاون مع الحكومة ضد الفساد وهذه الأمور، مو المرشح اللي يقدم خدمات شخصية. انتخابات رمضانية سبقها زخم إعلامي في وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها خلت من المظاهر الانتخابية في الطرق والميادين. أعتقد الانتخابات هذه لم تفقد بريقها،
والسبب يعني لا في مشاركة راح يكون إن شاء الله، وأتوقع المشاركة تفوق 55%. أما بالنسبة إذا أنت تقصد أن ما في إعلانات وكذا، يبدو أن المرشحين بدأوا يعني يحاتون أن يكون في حل، أو يعني المجلس ما يستمر لمدة 6 شهور أو سنة، فقلوا في الإعلانات الطرق. ولكن أن الانتخابات أعتقد لها بريق كبير، ولها إن شاء الله راح يكون لها حضور. صخب الانتخابات واتهامات المال السياسي لطالما لاحت في أفق الانتخابات البرلمانية الكويتية. أنا لا أعتقد أن هناك مال سياسي في انتخابات أم 2024، خصوصا ما يخص هذه المرحلة الحساسة والتي تأتي في 10 أواخر من شهر رمضان الكريم والمبارك. أعتقد بأن الشعب الكويتي شعب يعشق الديمقراطية الكويتية وممارستها وفي حق الدستوري، وهذا ما أكد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد حفظه الله ورعاه في خطابه مناسبة 10 الأواخر، وأكد على الشعب الكويتي المشاركة في الحق الدستوري للمواطنين والناخبين، وأيضا اختيار القوي الأمين الذي يخدم فيه البلاد والعباد. إقبال فاق التوقعات في بعض المراكز يلقي بظلاله على أهمية المرحلة، وأن المشاركة الديمقراطية باتت حاجة للتغيير والوصول إلى حالة الاستقرار التي طال انتظارها. راشد العيد، العربية، الكويت. في ختام الرابعة هذا تذكير بأبرز العناوين. الكويتيون يصوتون اليوم لاختيار 50 نائبا، ومراكز الاقتراع تغلق أبوابها منتصف الليل. مصادر أمريكية تؤكد للعربية الاستعداد لعملية طويلة ضد الحوثيين لفرض الأمن في البحر الأحمر. مركز الملك سلمان يكشف عن نزع أكثر من 435 ألف لغم من مختلف المحافظات اليمنية. التجارة الإلكترونية في السعودية تنمو ب 17% خلال الربع الأول من العام. نهاية الرابعة، دائما المزيد على العربية .net. إلى اللقاء. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.